زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست في اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكي على مقابلات الدفعة الاولى من الجولة الرابعة للبطولة. عثرة جديدة للنادي الافريقي في ملعب حملنف في استقباله الاتحاد تطاوين، و2-2 للكلوب مع اتحاد تطاوين. معنا المدرب والمحلل الفني وجدي السيد، نحكي معه اكثر على المقابلة. سي وجدي، اهلا بك. اهلا بك سلام، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. دونك سي وجدي، عثرة جديدة للفريق ظهر لي ما كانتش متوقعة اليوم، ولا متوقعة؟ لا متوقعة، كل شيء متوقع من النادي الافريقي في ظل الظروف. بصراحة في ظل الفوضى اللي موجودة في النادي توا من جميع النواحي، يعني كل شيء ولا منتظر. أكيد ما نجموش ننتظروا حاجة كبيرة، وأنا كنت نبهت لو قلت ماتش القروان يعني ودوري كيف اللي صار في القروان ماهيش مقياس. قلت المرة الأخرى ماهيش مقياس، يعني ما يلزمش الناس تبني عليها احلام كبيره. راه وضع الفريق وضع صعيب برشا، وضع الفريق صعيب برشا خاصه اداريا وتسييريا فهمتني ورياضيا وكل شيء. معناها ما هو تسيير التركيز على كل شيء، مكتعب كبد التسيير غالط، تسيير التركيز على كل شيء فهمتني. والجمعيات اللي عندها تسيير صحيح النتائج تجي والاختيارات صحيحه تجي وكل شيء تجي وملاعبيه تجي وكل شيء. دونك في النادي الافريقي كل شيء غلط، كل شيء غلط من بدايه الموسم، يعني كل شيء غلط، انتدابات غلطه، تصرفات غلطه، يعني الوضع الفريق الداخلي ما بين الملاعبيه مش جيد، لاعبين مش خالفين، اطار فني مش خالف، انتدابات ملاعبيه استغناوا على 5 ولا 6 ملاعبيه، والملاعبيه اللي باش ينتدبوهم ما تمش، يعني الكاليفيكاسيون تاعهم ما تمش. خلطنا انا قوي افكتيف معناها تري ريدي، ملاعبيه صغار ما همش متعودين يعني باللعب، يعني نلقاو رواحهم يعني تو دانكو فهمتني. وان بلوس معناها الصغار تعرف ديما وقت اللي يبدا الملاعبيه صغار، وقت يبدا الظرف باهي نتاع الفريق هما يندمجوا بسرعه. وقت يبدا الوضع صعيب نتاع الفريق وفي ازمه، اكيد انه الملاعبيه هذه المهمه هما نفسهم يكونوا ضحيه، يعني ضحيه الوضع اللي النادي الافريقي لقى فيه روحه. صراحه يعني رياضيا خلينا نحكيو حتى من ناحيه الكوره، ولا ما نحبش نحكي في التفاصيل برشا عن اللاعبين ولاعب، لكن الفريق شو نقول لك، في 4 مباريات سجل 5 قبل 7، يعني اضعف خط دفاع لحد الان هو النادي الافريقي فهمتني. 5 نقاط يعني سي بوفر، يعني بصراحه يعني اللي جناه النادي الافريقي لحد الان يعكس الوضع نتاع النادي الافريقي من الناحيه الاداريه، من الناحيه الماليه، من الناحيه التسييريه، خاصه لا جيستيون فهمتني. رئيس جمعيه ما يظهرش، ما نشوفوهش، ما نسمعوهش، ما يحكيش، مدرب قاعد يخدم. انا ما نقولش ما يتحملش مسؤوليه، المدرب يتحمل، لكن كما الناس الكل عنده قصه فهمتني، لكن لازم تعرف الظروف قاعد يخدم فيها المدرب. توا مثلا المدرب الاسبوع هذا يلعب في ماتش ويعرف اللي جايبين له مدرب واثنين بالضبط. هذا سؤالي سي وجدي، تقريبا مسحه الفشل معناتها في كل شيء في راس عبد الدريدي تقريبا. لا ما يلزمش نمسحوا فيه كل شيء. راس عبد الدريدي اليوم يلعب في ماتش ويقرا في الجرائد ويقرا في الصحافه، وحتى اللي علق على الماتش اليوم في الواحد يحكي يسمي في اسامي نتاع مدربين باش ياخذوا بلاصته. يعني مش معقول، يعني ظروف صعيبه برشا، يعني مش واحد فهمني. الدريدي عنده قسط من المسؤوليه لكن ما يتحملش كل شيء فهمني. انا نحمل القسط الاوفر الصراحه للاداره، كي ما فيش جيستيون، ثم تاثير غلط، ثم جيستيون غلط، تصرف غلط في الفريق ككل وفي النادي ككل. الانتدابات معناها ما صحتش وما ثماش منها، الاموال مش موجوده، اللاعبين ما همش خالصين، اللي طالب فني مش خالص، انتدابات جات وما مش قاعد يستفاد منها الفريق لسوء التصرف نتاع النادي فهمني نتاع المسؤولين. يعني هذا كله رجع يعني ولا معناها عمل مشاكل كبيره برشا في الفريق، وانعدم الثقة بطبيعة الجمهور، انعدم الثقة في الإطار الفني وفي اللاعبين، وبطبيعته هي الثقة منعدمة يعني في المسيرين عندها مدة. هو سي وجدي ظهالي فنيا، انت حكيت على حول المقابله، ظهالي على المقابله ما نجموش حتى نحلوا فنيا، خاصه خط الدفاع مثلا. ناخذوا مثال اكزومبل، مثلا اول مره ملعبي تلعب مع بعضها، معناها الظهير الايمن، الظهير مثلا لاكس تبدل، مثلا لاكس تبدل الظهير الايمن، متوسط ميدان يلعب على اليمين، بيفو يلعب في اللاكس، اكسيال مدافع ايسر شاب. قلت لك قبيله الفريق سايب 5 6 ملاعبيه وتدب 5 ولا 6، لكن ما رسمهمش يعني فهمني. ما نجمش المدرب يعاول عليهم فهمني. بصراحه يعني انا نسميه سوء تصرف بالزاد البشري من ناحيه الاداره فهمني. المدرب يلقى نفسه يعني بالزاد البشري هذاك الموجود، عنده لاعب ارتكاز يلعب فيها اليمين، ولاعب جوار دو كولوار يلعب فيها ريرجوش، وانت ماشي معناها
اللي عرفت نتاع كيفاش نقولوها كل نهار ونهار ما فماش يعني حلول ترقيعية معناها حلول ترقيعية كلها حلول ترقيعية كما قلت ترقيع وكرة قدم ما ترقيع على ماتش ممكن لكن تبدل ديبي سيزون كاملة وانت ترقع صعيب برشا باش تنجح وكتوف لي شيفر هما اللي ترجموا هذا كله قلت لك الفريق معناها أضعف خط دفاعي لحد الآن فهمني من قبل 7 أهداف في 4 مباريات فهمني وخط الهجوم يعني متوسط ما نجمش نقول أكثر من هكا بالطبيعة من غير ما نحيو استحقاق اتحاد تطاوين لا حتى توين لعب مليح اليوم وقدم كان قريب برشا من الفوز وكان ثم فريق يعني موجود على الميدان وثم انضباط وثم قطة مدرب وثم حس الفريق قاعد يخدم وثم يعني كان بالقصري بصراحة ويمر يعني ديما يخلي البصمة فيها وقاعد يخدم في ظروف أنا شو يصير اللي الظروف تاعت حتى توين أحسن برشا من ظروف النادي الأفريقي في الحالة في الوضع هذا على الأقل الرياضية خليني نحكي دونك التأثير هذا باش يبان يعني خدمة المدرب نجم تظهر لأنه يخدم في ظروف أهون وأحسن من ظروف النادي الأفريقي لكن النادي الأفريقي ما فهم حتى شيء إيجابي حتى شيء في بعض الأحيان نبداو نحاولوا باش نلقاو حاجة إيجابية في الفريق إداريا ماليا رياضيا ما تلقى حتى شيء وكل مرة هاو تبدلوا مسؤولين هاو مشاو مسؤولين هاو جاو مسؤولين هاو ميركاتو نتاع مسؤولين اللي ما تهذي نسمعوا فيه فهمني مليش فاهم انا وين الاستقرار وين كذا وين الاختيارات الصحيحة وين الاختيارات اللي ترجع بالفائدة على الفريق يعني حد الان ما رينا حتى حاجة صارت وكان شواء ما صار من الهيئة مديرة كان مقنع الصراحة صراحة يعني في المقابل ظهر لي صحيح المقابلة ما تعديتش المقابلة الثانية بين سيابي ومستقبل سليمان لكن ظهر لي فما حتى التغيير نتاع المدرب نقول نجمه وعطى درجة نفسية في الفريق وإلا ما عندوش علاقة رجع فريق لشكون رجع نفسية على شكون تحت نحكي على السيابي ومستقبل سليمان رغم اني ما قلتك ما تعديش في التلفزة هو ايه داكور ما تعديش بتبيع انا ما نمنش برشا والله ما نمنش برشا بالرجة وبال فهمتني بالواحد يتبقي لها في بعض الاحيان يلزم التغيير يكون موجود فهمتني يلزم التغيير يكون موجود في بعض الاحيان مدرب ما تمشيش معاه رجلتها ظروف صعيبه يخدم فيها حتى في السيابي ماك تعرف ولو انه كيف سي وجدي مختلط بس نفس الظروف مع اسعد الدريدي تقريبا كيف وقع مسح الفشل فيه هو جد نفس الظروف هو اليوم الانتصار بطبيعه باش يخلي الفريق يعني يتنفس شويه لانه ظروف صعيبه برشا هو نفسه يخدم فيها ورئيس جمعيه بعيد يعني على ماهوش حتى موجود في البلاد فهمني وظروف مادية صعبة ومعناها الوضع غير مستقر، الاستقرار مهم برشا لنجاح الفريق، إذا كان فريق مش مستقر ما نجموش نسبوا مدربين، المدرب راه مش سحار، ثم برشا مسؤولين يظنوا أنه مدرب سحار، يسحر يعني مش يعمل، لازم توفر له ظروف النجاح باش ينجم يقدم لك حاجة، فهمني؟ بالنسبة لليوم سيابي معناها بون صار رد فعل فهمني إيجابي جدا وفاز الفريق، بطبيعة ثلاثة نقاط مهمين بالنسبة للنادي البنزرتي. ممكن يخلي معناها الإطار الفني يخدم بأكثر أريحية قدام لكن هذا راه ما يحلش المشكل ما يلزمش الانتصار اليوم تاع النادي البنزرتي ضد مستقبل سليمان ما يلزمش يكون كما مباراة النادي الإفريقي ضد شبيب القيروان كيون رياكسيون صارت بالبلعبية ربح الفريق لكن ما يلزمش تبني عليه هذاك الأحلام كبيرة برشا لأنه نفس المشاكل مازالت موجودة صحيح نفس عدم الاستقرار ونفس المشاكل المادية والمشاكل التسييرية كلها موجودة دونك ما نطوروش وانه باش يكون معنا احنا نطوروا نتمناو على كل حال نادي البنزرتي ونادي افريقي يسترجعوا يعني وضعهم الطبيعي لكن في ظل الظروف غير مستقره وصراحه التذبذب في التسيير نتاع الفريق فريقين الاثنين ما لازم تتغير الظروف تتغير النتائج اذا كان تبقى نفس الظروف اللي قاعدين يخدموا فيها المدربين ما يلزمش معنا يبنيوا معنا امال كبيره برشا الفريق هذا لازم تتغير الظروف لانه يعني خلينا النادي المنصري هو انتصر لكن النادي الافريقي توا يلزم وقفه حازمه يلزم الناس اللي فشلت في التاثير يلزم تمشي على نفسها بصراحه تمشي على نفسها خلي الفريق يتنفس شويه خلي تتغير شويه ما يلزمش كل شيء باش يتحط على لا سعد الدريدي وباش يمشي لا سعد الدريدي باش تبقى نفس المشاكل معناها انت مع مطالبه الاحباء اللي يحبوا الهيئه تمشي ولو انه صارت انتخابات وما كانش فما بديل معناها كان تقدم محمد علي البغديري نعرفوا الناس الكل القائمه نتاعو ما كانتش كامله لكن جايات الكلوب كيخذلوها معناها في خلينا نقول وقت اللي جد
صحيح صحيح، هو ما تقدم حتى حد، تقدم كان المخديري لكن القائمه نتاعو ما تقبلتش. لكن ما نعرفش انا شنو الظروف توا، ممكن فما ناس نجم تاخذ، فما هيئه نتاع انقاذ نجم تصير، فما حاجه صراحه راهو تاثير غالب في افريقيا. طبعا عندي مده اول مره راني نتكلم بالطريقه هذه، ما نحبش نتكلم برشا في الهيئه التاثيريه وفي الاداره وكل شيء، لكن تبين انه معناها تاثير غالب، جيستيون غالطه كلها، جيستيون غالطه، الفريق قاعد ماشي في حيط الاختيارات الغالطه والتصرفات الغالطه مع الهيئه المديره، لان وجدت هيئه مديره لانها مش موجوده. هاك تشوف معناها حتى الكعبتين اللي قعدوا قاعدين ياكلوا في بعضهم، فهمني؟ هاك تشوف توا مثلا حمزة الوسلاتي ما عادش نسمعوا عليه حتى شيء، هو ثم نائب رئيس جديد، والنائب رئيس جديد اغلب الجماهير ما معناها رفضته، وكانه تحدي من رئيس النادي لجماهير النادي الافريقي، فهمت؟ مش معقول، معناها لازم شويه عقلانيه في التصرف، فهمت؟ النادي الافريقي ماهوش لعبه راهو، مش شويه النادي الافريقي، مش شويه، مش اللي يجي نجم تكون رئيس النادي الافريقي ولا مسؤول كبير في النادي الافريقي. صحيح. عيب لا جيستيون دو كلوب افريكان راهي لي تري ديفيسيل، لي تري ديفيسيل. صحيح. دونك شويه على الاقل شويه رصانه في التصرفات الواحد وكل شيء، اذا كان رموز الفشل باش تكمل في الفشل هذا ينسحبوا يعني احسن. فهمت؟ انا نصور هكا الصراحه. واضح. ونتاسف اللي نتكلم باللغه هذه، لكن الله غالب في هذه الحقيقه، معناها ما مش معقول ان واحد يشوف النادي الافريقي في الوضع هذا. مش معقول. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي وجدي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها، ولو انه حكينا اكثر في مشاكل جانبية باعتبار انها هي الطاغية في النادي الفريق، ما نجمش تحكي على امور فنية في ظل الوضع الحالي للفريق. هكا نوصلوا لنهاية زون ميكس اليوم، شكرا اماني بنصر في الاخراج، وقبلها احمد